ثلاث دقايق قدامك، ثلاث دقايق تبتدي من دلوقتي. اتفضل. مساء الخير، انا عبد المجيد مجدي اي دي بلوك. اكبر مشكله بتواجه قطاع الانشاءات في العالم كله هو لسه اعتماده على طريقه بناء قديمه تعافى عليها الزمن. لو جينا مسكنا في قطاع الانشاءات كله، قطاع المباني بس، واتكلمنا عنه، هنلاقي ان قطاع المباني في مصر مسؤول عن اكتر من 70% من حجم التلوث الصناعي. ولو اخذنا بس الجزء بتاع الهوالك هلاقي ان اكتر من 15 مليار جنيه وحجم الخسائر المباشره لمخلفات المباني. كمان الطوب الاحمر بيحتاج لاكتر من 45% من سعر من انتاجه هو استهلاك للطاقه. احنا في ايدي انوفيجن وزن الطوب كمان تقيل قوي، فبيخلينا نستهلك حديد اكتر، وفي مليارات من ساعات العمل اللي بتضيع مننا بسبب المباني بالطرق العاديه. احنا في ايدي انوفيجن كان عندنا تحدي ان احنا ازاي نقدر نحل المشكله دي، فعملنا بلوكات اسمها اي دي بلوك بيتم اعاده تدويرها بنسبه 100% وبوزن اخف من وزن المحاره نفسها وقوه اعلى 3 مرات من وزن الطوب العادي. بس كده اكيد لا، دي بتدي اجواء صحيه لقدرتها العاليه على امتصاص الرطوبه وعمل جو جاف لا ينمو عليه الفطريات، بالاضافه لانها بتوفر في استهلاك الكهرباء. كمان عشان مش بتحتاج محاره وحجمها كبير، ده بيخليها تكون اسرع طريقه بناء في مصر وفي العالم كله. برغم من سمكها الصغير واللي بيخليها توفر في المساحات الداخليه، هي كمان بتقاوم حريق اكتر 4 مرات، وبيخليها مناسبه جدا للمباني الخارجيه لانها بتقاوم ميه اكتر من اي حاجه تانية. في الحقيقه احنا بدانا ننزل بالمنتج ده على مرحلتين. المرحله الاولى احنا بنسميها مرحله جس النبض، ودي كانت في بدايه 2020، ودي نزلنا بيها عشان نبيع للمستهلك العادي لان هو صعب ان احنا نقدر نقنعه. كمان عدينا على المكاتب الاستشاريه ناخد رايها في حجم البلوك وسمكه وابعاد البلوكات. المرحله الثانيه دي مرحله الانتاج، وبداناها في الربع الاخير من السنه اللي فاتت بعد ما صنعنا مكنه بالتصنيع المحلي 100%. احنا كفريق عمل في اي دي بلوك هدفنا اننا واحنا عندنا خبرات من 5 سنين لحد 20 سنة نكون وصلنا بنهاية 2022 مبيعات اكتر من 250 الف متر مسطح، وبنهاية 2025 نكون قدرنا نستحوذ على جزء من السوق بيقدر 1% واللي هو 500 مليون متر مسطح سنويا. احنا بنحاول نقدم بدائل للطوب الاحمر والطوب الاسمنتي للمستحوذين الاكبر على السوق، اللي دخل معاهم اكتر الطوب الخفيف لكن ما قدرش برضه يستغنى عن المحار. عملائنا مين؟ عملائنا هم الاشخاص العاديين وشركات المقاولات والاستثمار العقاري، خاصه المهتمين منهم بالتحول للمباني الخضراء. في النهايه نقدر نقول ان اي دي بلوك هو اقوى واسرع واخف وارخص نظام مباني في العالم. اتفضل.